أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم صارت أجواء حارة في عموم مناطق المملكة بسبب استمرار تأثير كتلة هوائية حارة في عموم الجزيرة العربية. أيضا حالة من عدم الاستقرار الجوي مستمرة بالتأثير في المرتفعات الجنوبية الغربية وأيضا المنطقة الشمالية بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه النشرة، لكن لا بأس نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم والتي توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية في المنطقة الشمالية والغربية وأيضا أقصى جنوب المملكة تحديدا منطقة الربع الخالي، فيما خلت باقي مناطق المملكة من الغيوم وسارت أجواء صافية بشكل عام. نتحدث الآن عن خرائط توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى مساء يوم الأربعاء. يوم الثلاثاء تستمر المنطقة الجنوبية الغربية بالتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تهطل زخات العديد من الأمطار فوق المرتفعات الجبلية. أيضا تتأثر المنطقة الشمالية بحالة ضعيفة ومحدودة من عدم الاستقرار الجوي، تنتشر كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، تعمل على طول زخات متفرقة من الأمطار، تتجدد فرص هطول زخات الأمطار خلال يوم الأربعاء في المنطقة الجنوبية الغربية وأيضا المنطقة الشمالية. كما ذكرنا هي عبارة عن حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي، تهطل زخات رعدية من الأمطار في نطاقات محدودة من منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، منطقة الطائف، الباحة، منطقة عسير وأيضا حتى مرتفعات جازان، في حين تسود أجواء مستقرة وحارة في عموم المناطق. نتحدث الآن عن درجات الحرارة، حيث تستمر أو لا تغيير جذري على الأحوال الجوية أو درجات الحرارة بسبب استمرار لسيطرة لكتلة هوائية حارة في عموم منطقة الجزيرة العربية خلال الأيام القادمة، وبالتالي تكون الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار أما ليلا تكون حارة نسبيا إلى دافئة في عموم المناطق، بينما تكون معتدلة الحرارة نوعا ما في المرتفعات الجبلية العالية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية خلال فترة السحور، حيث تسود أجواء صافية 23 درجة مئوية، الملموس أيضا 23، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج يكون ما بين الجيد والممتاز. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة، الأربعاء 37 إلى 25، الخميس 38 إلى 25، والمزيد من الارتفاع على درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، الحرارة تلامس 40 درجة مئوية خلال ساعات نهار يوم الجمعة، أما الصغرى 26 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.